ناخد مدام منا. مدام الو، اتفضلي، اهلا بيكي. ازي حضرتك يا استاذه لمي؟ الحمد لله بخير، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا مدام منا؟ ازيك؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ كويس الحمد لله بخير. انا في حياتي الشخص ده، بس انا بجد نفسي اتعافى منه، لان كل ما هو علقني بيه بطريقه فظيعه. حبينا بعض 6 سنين، خلاني ابعد عن اخواتي واصحابي وكل حاجه في حياتي، خلى كل الناس بعدت عني، وما عادش بقى لي حد. قسمت اهلي عشانه وحبيته بجد، انت ودلوقتي احنا كتبنا الكتاب بس بعد ومش بعد، عارفه عنه اي حاجه. يعني ايه؟ يعني بعد ما كتبته الكتاب اختفى؟ بعد، عمل لي بلوك، وعمل لي بلوك من على كل التليفونات بتاعت اهلي عشان ما وصلوش، وانا بجد مش عارفه اوصل له. يعني حتى بكلم اهله مش قادرة ان انا احكي لهم عن المشكلة، مش قادرة، لانه لا، انت كتبتي الكتاب بعلم اهلك ولا كتبتي كتاب من غير ما حد يعرف؟ لا، كتبنا الكتاب بعلم اهلنا كلنا. طيب فين اهلك؟ ما تدخلوش ليه؟ شوفوه هو فين. انا اللي ما دخلتش حد، لانه قال لي كلام كتير قوي ما ينفعش ان انا اقوله. ما هو انا وقفت ضد اهلي عشانه. كله هل لما كتبت الكتاب تم الزواج بالفعل؟ لا، احنا كتبنا الكتاب بس لسه ما اتجوزناش في البيت. يعني كتبنا الكتاب بس، تمام. لكن لسه ما عملناش فرح وكده. يعني هم هو دلوقتي بعيد وانا مش عارفه اوصل له. يعني بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه بعيد؟ شهر. طب وانتوا ايه الخلاف اللي حصل بينك وبينه قبل ما يختفي؟ مش خلاف، امال ايه اللي حصل؟ ما فيش اي حاجه، كنا بنتكلم عادي جدا. لقيته هو تقدري تقولي بيتلكك، بس يعني مش ما كانش فيه مشكله اصلا. وقفل السكه من هنا، لقيت الرقم اتحط على البلاك ليست من هنا، ورقم بابا وماما واخواتي وكله. وانا دلوقتي مش قادره ادخل حد في اهلي، لانهم قالوا لي احنا قلنا لك لا، احنا قلنا لك ده غلط، ده كانوا وحش. شايفين في ايه ما ينفعكيش؟ قالوا لي ان هو مش بيحبك، كذب، ده اللي بيعمله ده كله مش حب. قلت لهم لا، بيحبني، بيخاف عليا، بيقول لي كل حاجه اعملها، بيديني حتى قرار، كان بيخليني البس على مزاجه. يعني البسي ده، ما تلبسيش، كلي ده، ما تاكليش ده. دلوقتي انا حتى نفسي يعني حتى لو هقدر ان انا اعيش من غيره، بس مش قادره، كل يوم ما بعرفش انام. حتى هما كانوا شايفين ان هو مسيطر عليكي زياده عن اللزوم. جدا. هو اللي كان ممشيك، هو اللي كان ممشيكي اصلا. ايوه ما دي ايوه صح. انت عندك كام سنه يا من؟ انا عندي 22 سنه. صغيره. صغيره. وهو عنده قد ايه؟ عنده 23 سنة. صغير برضه. صغير. صغير، بس صغير انت اديتي له فرصة ان هو يتحكم في شخصيتك، وان هو يمشيكي، وان هو هو اللي فاهمني ان هو الصح، وان هو كل حاجة حلوة، وان هو ان كل الناس وحشة بجد. يعني كل الكلام اللي حضرتك قلته ده هو فعلا عمله. ولسه هقول تاني ان علامات الشخصية المؤذية في حياتنا لما نلاقي شخص بيبعدنا عن كل الناس اللي حوالينا، لما نلاقي شخص بيهمش دورنا في الحياة وبيسلب شخصيتنا، لما نلاقي شخص عايز يمشي قراره علينا واحنا ما يكونش لينا اي دور في اي حاجة، لما نلاقي شخص بيكذب كتير، او لما نلاقي شخص ان هو اتعود ان هو يغيب وضامن ان مكانه لما يرجع موجود هيفضل يغيب. الناس اللي بتسلب شخصيتنا وروحنا وبيعملوا لنا غسيل مخ وبيخلونا نفقد الثقة بنفسنا، دي ناس مؤذية في حياتنا. وهو على فكرة، فكرة انه يبعدك عن كل اللي حواليكي عشان ما يتكشفش، لان اكيد هم هيبقوا شايفين اللي انت مش شايفاه، فهو مش عايزك تبقي مع اي حد غيره هو بس. هو انا عايز اقول لك حاجة، هو طبعا هو كتب الكتاب، تمام، هو كان واضح ان هو كان عايز يوصل لحاجة معينة وعمل كل الحيل الدفاعية واختفى بدون اسباب. طب اهله بيقولوا لك ايه؟ اهله بيقولوا لي انا مش قادر. هو انا ما حكيت لهمش عن المشكله، لانهم اهله كانوا قايلين لي ده هو بيحبك، هو عمل كل حاجه عشان يوصل لك، هو كان عايزك انت بس. فانا صدقت، يعني هو انا كنت بحبه بجد، صدقت طيب. كل حاجه قالها لي. طب انت بتكلمي اهله عشان تعرفي هو فين؟ كلمت مامته من اسبوع تقريبا كده، بس ما بينتلهاش اي حاجه. قالت لك ايه؟ قالت لي محمد كان في البيت وبعدين مشي، يعني سافر. سافر راح فين يا ماما؟ قالت لي هو انت مش بتكلميه؟ قلت لها لا، بكلمه.
بس وقلبنا الموضوع على كده عشان ما حسساش ان في حاجه. اسمعيني بس يا من، انت لازم اولا تقولي الام ان هو عامل لك بلوكات، شغل بقى ان انت تخبي، لازم تقول لاهلها واهلها ان هو عامل لك بلوكات، ولازم تعرفي كل الناس ايه اللي بيحصل، لان هو دلوقتي حد متقلب المزاج. انت المستوى الاجتماعي بتاعكو اعلى منهم؟ حاجات بسيطة. تمام. دلوقتي هو حد اختفى فجأة، طيب لو رجع هيختفي تاني؟ وطالما هو بيتعامل، احنا بنتجوز بعد شهر تقريبا بالظبط. منى انتي خايفة تقولي لأهلك عشان محدش يقولك احنا قلنا لك الكلام ده، ولا خايفة تقولي لأهلك الموضوع يكبر وتسيبوا بعض؟ هو صح الاثنين، لاني بحبه، لاني فعلا متعلقه بيه، حتى نفسي ان انا اخف من التعلق ده حتى لو مش هرجع له تاني. لازم تتعالجي من التعلق، لان التعلق مرض، ولازم تطلعي المرض ده من جسمك. حد تخلى عنك بعد ما كتبت الكتاب وهو مش موجود، وهو موجود مع اهله، يعني حد هو ما عندوش حاجه تقول ان الشخص ده مثلا عمل حادثه او في ظروف. هو كويس جدا بدون اسباب، يبقى هو واضح ان هو حد تخلى. فانت لازم تقعدي مع اهلك وتقعدي مع اهله وتعرفي انت مصيرك كانسانه ايه دلوقتي. انكتب كتابها وقبل الجواز بشهر اختفى، لازم تفهمي ده. ومفيش حاجه اسمها خجل وكسوف. على السوشيال ميديا من ارقام غريبه بشوفه بينزل ستوريهات حلوه جدا، يعني عايش موجود. بقول لك ايه يا منى، نعم، انت بتحبي فيه ايه؟ كلهم بيسالوني نفس السؤال ده بس ما بعرفش اجاوب. ما عندكيش اجابه؟ لا ما عنديش اجابه. طب ما بتحبيش ايه؟ ما بحبش حاجات كتيره قوي بيعملها. يعني عارفه انت لو انتي لو جبتي دلوقتي ورقه وقلم كده وكتبتي ايه الحاجات اللي بتحبيها وكتبتي ايه الحاجات اللي ما بتحبيهاش، ايه اللي هيطلع اكتر؟ الحاجات اللي ما بحبهاش. طب عايزه تتجوزيه ليه؟ عشان مش قادره اسيبه، مش قادره اتخيل ان هو بره حياتي. هو كان بره حياتي بس من يوم ما دخل حياتي وخلاني بعيد عن كل الناس ما بقتش قادره اعيش حياتي من غيره. ايه الحاجه اللي مخلياكي، اكتر حاجه مخلياكي لما بتفكري حاسه انه لا ما ينفعش تعيشي من غيره؟ الناس. ما انا تقدر تقولي قطعت علاقتي باهلي لا في هو. عارفه ايه الحاجه اللي هو حطها لك عشان تتعلقي بيه؟ ان هو لعب على نقط الضعف اللي موجوده في شخصيتك وعمل لك غسيل مخ وابتدى يتحكم في شخصيتك، فانت بقيتي شايفه كل الناس فيه هو، وهو كان بيديكي مشاعر وهميه مزيفه وانت لسه صغيره عندك 22 سنه، كانت شخصيتك ارض خصبه للخداع، هو نصب على مشاعرك. فالشخص ده انت لازم اول حاجه عشان تتعالجي منه لازم تفتكري لما تيجي تحني. طبعا هو القصه دي هتبدا تحصل بعد ما اهلك يعرفوا، بعد ما يبقى في قرار. انتوا مكملين قرار ولا مش مكملين؟ لانك انت دلوقتي قرارك متعلق. ايوه. لازم دايما لما تحسي بالحنين اتجاه شخص مؤذي في حياتك، الراحل لا يؤتمن وان عاد، واللي مشي مره هيمشي ألف مره، واللي قدر يستغنى عنك يوم يقدر يستغنى عنك العمر كله، واللي ضمن وجود الشخص هيغيب وهيرجع هيلاقي الشخص موجود في نفس المكانه. لازم تحطي كل المساوئ اللي عملها معاكي من تهميش شخصيتك، من ان هو كرهك في كل الناس، ده كان عايز ينفرد بيكي انتي، وفي الاخر لما يوصل لحاجة معينة هيستغنى، واللي استغنى مرة هيستغنى مليون الف مرة. وما تجنبيش اهلك، خلي اهلك موجودين ويتصدروا له عشان يبقى شايف انه في حد موجود واقف لك، مش انتي بس لوحدك بطولك. ما هو قال لك مرة انت بعتي اهلك عشاني. وهيقولها لك تاني وتالت وعاشر. هو بيمارس عليكي ايه بقى؟ وهو اللي خلاني اعمل كده مش انا. بيعمل اسقاط عليكي ان انت اللي مقصره، انت اللي وحشه، انت اللي بعتيني. هو مش شايف عيوبه، انت معاكي شخص نرجسي مريض نفسي عايز يتعالج. لو حتى هقول لك هتتخيليها بعد كده، لو رجع وقال لك نرجع وانت لسه ضعيفه في مشاعر الحب هترجع، وقلت له هرجع، بعد فترة معينة بكرة تفتكر الكلام هيحصل انفصال وهيستغنى عنك تاني. منى هي دي أول مرة يبعد فيها ويختفي في السبع سنين؟ هي كانت خناقات عادية بس أول مرة يبعد فيها زي كده ويختفي وما يكونش عايز حتى يوصل لي، يعني أنا مش عارفة أكلمه أصلا. ماشي، أصل هي مش خطوبة عادية. دي ده كاتب كتاب. لو هي خطوبة عادية وهو عايز يمشي مع ألف مليون سلامة، اتكل على الله، سيب البنت تعيش حياتها. لكن دلوقتي هو معلقك. انكتب، معلقها، انكتب كتابها. طب هي دلوقتي اللي ايه
اللي خسرت هو ما خسرش، هو عادي مش فارق معاه، لكن البدايات اهو ده اختيار غلط. انت ضحيتي وحاربتي مع الشخص الغلط وتنازلت عن وجود ناس في حياتك، الناس دي ما كانتش تستاهل ده. الاهل كانوا شايفين بعين بعيده، انت كنت باصه تحت رجلك. وفي حاجه كمان، انت حبيتي الولد ده وانت في سن صغير، انت عندك 22 سنه، من 7 سنين وانت عندك 15 سنه، قدر يسيطر على كل مشاعرك لانه كان اول حب في حياتك. Watch it.